تسجيلات الأوطار. Yeah.
بالمضمار الليلي عبد
شوفوا قولاته الحراني بالليالي ما عنده ايام غالي قابل يتغنى عقبالي او بيحضر هوياته رحنا نزوره واتمسافي القينا بيته طافي ما في عنده مطافي اصلا بايح كفاياته يا حراني بهاي الديار واللي عقبالك لو صار ما ظلي توصل قهوار بعيدي مسافاته I'm
معك مالك عابس لا تقلبني او نيبس بتغلب لك شفت الشامس بتغرب على المشارب ولك مدي من الله مغلوب بترجع تمشي بالشقلوب حاجي تعمل لي شي مو وراسك من ثاني طابق الليل لعبي لا ضيق شمسك او حتى ضيق والحداي اللي زيك والله الها من طايق انا مش شاعر في اوطاني ولا حتى بذات الميداني لاني اسم السلطاني او عانف لاني جمعاني انا اللي علمي سياسي وما بحب المآسي العراني بايدي عراسي او راسو بايدي فالق يا اكرم حتى اراعيك رح مش الصف ومشيك من قبل الليل اعريك وبظهر فيك الحقايق اين ايقاعك يا سيلاوي مع الحداي؟ تعال نسح يا جويد وبدنا نرجع للصف.